الله يعطيكم العافية. راح نبلش بالفارماكوكاينتكس للأنتي سيجر دراج. حكينا إنه هاي الأنتي سيجر دراج والأدوية بشكل عام لهذا المرض ما بنستخدمها لفترة معينة، لأنه هي أصلا ما بتعالج ولا بتمنع النوبات، هي فقط مجرد كنترول، تمام؟ فمن الطبيعي إنه أنا أستخدمها لفترة طويلة عند المريض. هذا الإشي بيخليني أنتبه للفارماكوكاينتكس بروبريتيز، هي فعليا مهمة ولا مش مهمة؟ هي فعليا ممكن مع الوقت في دواء معين أو إشي معين تراكيز هذا الدواء تختلف مع الاستخدام للمريض، فأنا بدي أوصل تراكيز معينة، أحافظ على هاي التراكيز بحيث إنه أنا أعالج المريض، أعمل كنترول بشكل كتير منيح لهاي النوبات، وما أوصل التوكسيسيتي، يعني ما يزيد التركيز كتير. وهذا الإشي شوي بغلب بهاي الأدوية لأنه إلها أكتر من خاصية ممكن تغلبنا. نبلش بالفينيتوين. الفينيتوين لازم إنه أنا أعمل له ديترمينيشن للبلازما ليفل للكليرنس، بحيث إنه أنا أوصل الثيرابيوتيك دوز، مش أنا أوصل التوكسيسيتي ولا أوصل إنه أنا أصلا ما بعالج يعني. فبدي أحكي لكم إنه هو يعني مش كتير بالبداية بنتغلب شوي، بس لقدام مش كتير بنتغلب، لأنه خلص بكون المريض عرف الدوز تاعته، الدكتور عرف شو يعطيه، فبالبداية شوي تغلب، بعدها خلص بصير الموضوع إن شاء الله سهل. هاي الأدوية بتم امتصاصها عن طريق الأورال administration بشكل جيد، وإلها بيو availability عالية. أغلبها بصير لها ميتابوليزم وين في الهيباتيك، ما عدا الجابا بنتين، بريجابالين، ليفتريسيتام، الفيجافترين. كمان مرة راح أعيد، ما راح يجي لك عدد هدول الأدوية الأربعة. من وين بصير لهم elimination؟ عن طريق الكدني، ولحسن الحظ إنهم ما بتغير الفارم تاعهم، فالناس اللي عندها مشاكل بالكدني أنا ما بغير هدول الأدوية بالدوزات، يعني ما بعملهم دوز adjustment. كمان مرة ما رح يجيك عدد، رح يجيك كيس حدا عنده مشكلة بالكدني مثلا، وإيش الدواء اللي ممكن نعطيه، حدا عنده بالهيباتيك، إيش الدواء اللي ممكن نعطيه، تمام؟ فإحنا بدنا نربط المواضيع. هلأ مع الاستخدام الطويل لهاي الأدوية ممكن الترانسبورت تاعت هاي الأدوية تقل فعاليتها، تمام؟ أو إنه يعني تبطل تستجيب للكثرة تاعت الأدوية، فبصير عندي زي إشي اسمه ريزيستنس، المريض ببطل يستجيب. فأنا في هاي الحالة الطبيعي إنه أنا إيش أعمل؟ أدجستمنت للدوز، ممكن أزيدها حسب حاجة المريض طبعا. هلأ الفارماكوكاينتكس بتتأثر بكثير أشياء، يعني ممكن البروتين بايندينج، ممكن التراكيز معينة حسب الميتابوليزم، الأوردر زيرو، فيرست أوردر. هلأ بدنا نحكي إنه إحنا عنا كثير دراج انتر أكشن لهاي الأدوية مع بعضها للأسف، يعني ممكن هي تعمل انتر أكشن مع بعضها، يعني في نفس المجموعات، أو تعمل انتر أكشن مع أدوية تانية. فهاي الأدوية ممكن تقلل لي الميتابوليزم لإشي معين، ممكن تعمل انترفير اللي هو البروتين بايندينج لإشي معين تاني فيزيد تركيزها. هلأ كله رح نفهمه. في حال إنه صار عندي مشكلة خلل بالميتابوليزم أو البروتين بايندينج، ممكن إحنا نوصل لليفل التوكسيسيتي ليفل، تمام؟ إيش يعني بروتين بايندينج؟ يعني أحيانا بكون الدواء كيف بنتقل بالدم، ما بكون هيك حر طليق، بيجي بيرتبط في بروتين معين زي ناقل إله، فبيجي هذا الدواء يعني بتنافس على البايندينج هذا، فممكن ياخذ مكان الدواء الأول والدواء الأساسي فيزيد تركيزه بالجسم، الدواء الأول يزيد تركيزه بالجسم، وهيك ممكن نوصل التوكسيسيتي. هذا إشي بخوف طبعا. في عنا أدوية زي الريفامبين بتزيد الهيباتيك دراج ميتابوليزم انزايم، بالتالي انا لما اعطيه مع الادوية السيجر ممكن انا اخلي الميتابوليزم لهاي الادوية بشكل اكبر، فما يعطيني النتيجة اللي انا بدي اياها. فانا بصير اعطي مريض معين دواء السيجر
والنوبات بتيجي كتير ومش كنترول، فبكتشف إنه في دواء تاني بياخده زي الريفامبين، أصلا بيعمل لي هيباتيك induced hepatic drug metabolism للإنزيم اللي بيعمل metabolism للسيجر agents، تمام؟ فبكون أصلا هو زي باخد الدواء على الفاضي. في أدوية بتعمل induced للهيباتيك drug metabolism هي لحالها، يعني هي بتأثر على الميتابوليزم تاعها زي الكارمازيبين والفينيتون. في عنا كمان drug drug interaction اللي هم الانتي سيجر مع الأورال كونتراسبتيف اللي هي موانع الحمل. الانتي سيجر هنا هي اللي بتأثر على الكونتراسبتيف، تعملها induced للميتابوليزم، فبتزيد ميتابوليزم للكونتراسبتيف، بالتالي بتصفي المريضة، بتاخد البيرث كنترول، عفوا البيرث كنترول على الفاضي، ما بتخ... ما يعني ما بصير منع حمل. طيب هلا الفينيتوين والفوسفينيتوين هما ايش بيعملوا؟ بيعملوا بلوك للكالسيوم شانل، وهذا الاشي بقلل لي سرعة النوبات يعني ريبيتيتيف الها، يعني تكرارها، تمام؟ الفينيتوين اللي ايش بستخدمه للبارشال سيجر، للجنرالايزد تونيك كلونيك سيجر، ممكن للستاتس ابيليبتيكس. حلو. هلا هاي الادويه كتير بتتاثر في الفورميليشن للدواء. شو يعني؟ يعني البارتيكل سايز، الفارماسيوتيكال اديتيفز اللي حوالين الدواء، للريت والاكستنت ابزوربشن، كثير بتتاثر. هذا الاشي بيخلينا ما نبدل الدواء باسم تجاري لاسم تجاري تاني، خصوصا هاي الأدوية، لأنه فعاليتها وامتصاصها كثير بتتأثر بحجم حجم البارتيكل، الفارماستيكال أداتيفز. طبعا الأداتيفز تختلف من اسم تجاري لاسم تجاري تاني. الفارماكوكاينتكس هون بحكي لك إنه الأبزوربشن للفينيتوين لما أعطيه عن طريق العضل أنا ما بتنبأ فيه، ممكن هو يعمل لي مشاكل. عن طريق إيش؟ إنه بصير له ترسيب في العضلات، هذا الإشي مش محبذ، يعني إحنا ما بدنا نأذي المريض، فما بروح بعطي الفينيتوين عن طريق الآي أم. كمان مرة، ما رح يجيك تسميع، رح تجيك كيس، تمام؟ إشي ما بعطيه آي أم، أو أنا أعطيته آي أم وصار عندي مشاكل مع المريضة ترسب بالعضلات، إيش هو؟ رح تجيك أكتر من خيار، هي الفينيتوين. اما الفوسفينيتوين اللي هو البرودرك تاع الفينيتوين، ممكن اني اعطيه اي ام بشكل طبيعي، ممكن اعطيه اي في يعني عادي. في بعض الاخطاء بتصير بالصيدلية اللي هي تشابه الاسماء، يعني هذا اسمه سيربكس، في عندنا دواء اسمه سيربلكس سيبرالكس عفوا، في سيلبريكس مثلا، ممكن يكون في خربطة، فاحنا بدنا ننتبه. سيلكسيا، يعني بدنا ننتبه. هاي الأخطاء كتير بتصير بالصيدلية، الواحد مع الخبرة ممكن إنه يتفاداها. فأنتوا بدكم يعني بالبداية أول ما أنت تشتغل بصيدلية بدك تنتبه للإسم التجاري، كيف بينكتب، شو الفرق بين هاد وهاد. كتير هاي الأخطاء بتصير، طبعا تقبلها، يعني إحنا نتقبل حالنا بس بدنا ننتبه لأنه هاي حياة مريض. طيب هلا الفينيتوين بحكي لك إنه هو أعلى إشي كان بنتقل عن طريق البروتين بايندينج، فهو أعلى نسبة تنتقل فيه الدواء من مكان لمكان في الدم عن طريق البروتين بايندينج. فأنا لما أعطي أدوية تانية معاه ممكن تعمل لي تنافس بينها وبين الفينيتوين على البايندينج، ممكن أنا يصير عندي الفينيتوين أصلاً ما يرتبط فيزيد نسبته في الدم فتوصل توكسيسيتي. ايش هاي الادوية اللي هي الكارمازيبين، سلفونامايد والفالبوريك اسيد. فينيتوين ممكن يعمل induced لبعض الانزيمات اللي بتعمل ميتابوليزم زي السي واي بي 450، تمام؟ هلا الكونسنتريشن لهاي الفينيتوين لهذا الدواء بالبداية بيكون الميتابوليزم لهذا الدواء عبارة عن first order metabolism، بمعنى انه انا كل ما زدت التركيز لهذا الدواء بيزيد الميتابوليزم، لما نوصل الساتوريشن بتحول لزيرو اوردر ميتابوليزم، كل ما زدت التركيز ريت الميتابوليزم بضل زي ما هو، تمام؟ ف
زيادة الجرعة للفينيتوين بدي أكون كتير حذرة فيها على أساس إنه أنا ما أوصل الساتوريشن بشكل مفاجئ للمريض فيوصل للدواء توكسيسيتي، إحنا بنزيده يا دوب شوي شوي. الفكرة هون والمشكلة إنه إحنا أصلا ما بنعرف متى ممكن الدواء يوصل الساتوريشن، فأنا ببلش أزيد شوي شوي بالجرعة على أساس إنه ما أوصل الزيرو أوردر كاينتكس، على أساس إنه ما أوصل التوكسيسيتي. أنا بهمني ما أوصل توكسيسيتي، ما أذي المريض، تمام؟ الفينيتوين طبعا هو مش دواء سهل، إله كتير أدفيرس إفكت زي النيستاغومز. أوكي إيش هاي؟ معناها بصير عندي حركة للعينين بشكل سريعة ولا إرادية، ريبيتاتيف وأند كنترول موفمنت، تمام زي هيك، ممكن بشكل أفقي، بشكل فوق وتحت، بشكل دائري. طبعا هذا مش مسيطر عليه المريض، هو ما بيعرف يسيطر عليه المريض. شغلة تانية ممكن تصير اللي هي دايبلوبيا، اللي هي بصير يشوف الإشي إشيان، يعني إشيان مع بعض بشوفهم. والأتاكسيا، الأتاكسيا بيكون مش متحكم بالعضلات كتير، فممكن توقع منه الأشياء، تمام؟ النايستيغماس هي ما بتعتمد على الجرعة، يعني أنا مش كل ما زدت الجرعة رح يصير هذا العرض أو رح يزيد هذا العرض، ممكن بأي جرعة حتى باللو دوزز ممكن هذا يصير. لكن الدايلوبيا والأتاكسيا ممكن تزيد بزيادة الجرعة. في شغلة تانية ممكن تصير اللي هي جنجيفال هايبربليجيا، اللي هي تضخم اللثة اللي عند الأسنان. شغلة تانية ممكن تأثر على مريض السكري، تعمل له بريفرر نيوروباثيكس، تأثر على امتصاص الفيتامين د، فبعد فترة من استخدام هاي الأدوية ممكن تعمل لي هشاشة عظام، تمام؟ أنا بدي أنتبه أحذر المريض من هاي الأشياء، ممكن بعد فترة يجي يشكلك من عظامه، فأنا بدي أعطيه ممكن فيتامين د، طبعا باستشارة الطبيب مش على رأسنا. الدواء الثاني بدنا ناخده اللي هو الكاربامازيبين. طيب هلا بستخدم لأكثر من إشي، اللي هو العصب الثلاثي، علاج العصب الثلاثي ممكن أستخدمه للإبيليبسي اللي هو البارشل والجنرالايز، ممكن أستخدمه للباي بولر اللي هو إشي نفسي يعني. هذا الدواء كتير بصير له أبزورشن بالأورا، ما ممكن أعطيه إشي تاني، يعني ما ممكن أعطيه آي في أو آي إم، ما رح تشوف تيجريتول آي إم، ما في. عنده مشاكل مع الايدوباثيك جنرالايزد ابيليبسي، اللي هو اصلا الجنرالايزد اللي مش معروف شو سببه، والمايوكلينيك والابسنس، فانا ما بفضل اعطي هذا الاشي اللي هو الكاربامازيبين لهدول الثلاث انواع من السيجر، لانه ممكن يزيد لي اياهم، ممكن يزيد لي من تاثيرهم، ممكن ما يخففهم بس يفاقمهم، فبدنا ننتبه. بدي أنت أحكي لك كمان مرة إنه بيجيك كيس بهدول الثلاث أشياء أو واحدة منهم، بتكون من الخيارات كارمازيبين، بدي أبعد عنه، بدي أكس عليه، تمام؟ لأنه بفاقم الموضوع. الكارمازيبين كتير بيأثر على الليفر ميتابوليزم إنزيمز، وهو نفسه من حاله بعمل إنديوست للميتابوليزم إله، يعني بعد فترة من استخدامه ممكن المريض يبطل يستجيب. ليش؟ لأنه هذا الدواء بعمل ميتابوليزم لحاله بشكل أسرع. فأنا شو الحل؟ إنه يعني بعد أسابيع، بعد فترة طويلة أو بعد فترة معينة من الاستخدام ممكن أعدله الجرعة، ممكن يرجع على الدكتور وأعدله الجرعة. الكارمازيبين كتير بتعارض مع الفالبوريك أسيد، فأنا ما بعطيهم بشكل يعني مع بعض، ما بعطيهم بشكل متوازي، ما بعطيهم، بدي أنتبه برضو هاي ممكن يجي عليها كيس. الأوكسوكاربازيبين ما لهش علاقة بالدنيا، هو مسالم جدا مش زي أخوه. الأدفيرس إفكت إلها للكاربازيبين هي الدايلوبيا، هو بيشوف الإشي دبل، بيشوف الإشي اثنين، والأتاكسيا اللي هو ببطل يسيطر على العضلات فممكن توقع منه الأشياء. هاي الادفيرس افكت انا ممكن اتفاداها
عن طريق إنه أنا برتب الجرعة من أول وجديد، يعني باخذها الصبح كثير بتأثر على حياته، بخليه ياخذها بالليل. طبعا هاي كثير معتمدة على الدوز، هي دوز ريليتد. تمام. شغلة تانية ممكن تصير اللي هو نقصان بالصوديوم، هايبرناتريميا. هذا الإشي بصير كتير عند الناس اللي عندها مشاكل بالكلى، واللي عندها أصلا هي بتكون كبيرة بالسن وظائفها الحيوية مش كتير، فأنا ممكن أعدل لهم الجرعة. شغلة أخيرة ممكن تصير مع هذا الدواء اللي هو الراش، يعني بصير فيه زي طفح جلدي. هون على السريع أنا بغير الدواء تماما، يعني الراش أول ما يصير فيه راش بغير الدواء كليا. الله يعطيكم العافية، راح نكمل يعني في الجابة بنتين وبريجابالين وإلى آخره، بس هون راح نتوقف إن شاء الله.